واستنتاجا للدرس وتحمل المسؤوليه، قررت ان اشكل حكومه كفاءات وطنيه لا تنتمي الى اي حزب، تعمل من اجل وطنها. وفي مهمة محدودة، وهي تسيير شؤون الدولة وشؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات سريعة. وأقول سريعة لأنه الشرط الثاني للنجاح. حكومة من كفاءاتنا ومن أعز ما عندنا في كل مجال وفي كل الوزارات السيادية وغيرها،